أزور معكم الآن مركز التذاكر والفحص أيضا في مركز المؤتمرات اللي نشوفه مع بعض قدامكم الآن QNCC. طبعا عقب ما توقف سيارتك في المواقف المخصصة هذا هو المبنى، نروح إلى مكان استلام التذاكر أو القسيمة وأيضا الفحص. الله يعافيك. خلصت الفحص؟ الحمد لله. شو النتيجة طلعت؟ الحمد لله نتائجنا كلها سلبية الحمد لله. كلكم الحمد لله سلبية؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد. الفحص شلون كان طريقته؟ الفحص عادي. إيه؟ عندهم اللي هي عينات الكوفيد. إيه؟ وبعد يعني النتائج طلعت ما بين 5 دقائق لربع ساعة تقريبا. بالكثير. بالكثير ربع ساعة تقريبا. الفحص أي واحد صغير، هل القطعة صغيرة ولا العادية ولا أي واحدة؟ لا أنا أتوقع ما اللي شفته نفس العادي يعني ما أدري. لكن الحمد لله ما في ألم، ألم بسيطة يعني. بسيط. لا ما في ألم الحمد لله، أمور طيبة الحمد لله. لا لا شيء بسيط يعني مثل الحكة. لا تلعب شوي بس تحكة شوي الخشب. يلا يعطيكم العافية. الله يقويك إن شاء الله. طبعا هذه قاعة فحص الكوفيد 19 والمعتمدة، تنظيم طبعا الدخول لإعطاء الفرصة للجميع أن يأخذ فرصته في الفحص والانتظار. طبعا هذه اختبار المسحة. هو ده بتاع بس من مش بعمق اقل كثير، ما فيش فيه اي الم ولا اي شيء. طيب ان شاء الله. جاهز ان شاء الله. تسبيك بالخير. اخوك بركه المري. والنعم فيك ان شاء الله. تحضر مباراه باذن الله. باذن الله. فوز السداوي باذن الله. سداوي باذن الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يسمع منك ان شاء الله. والعربي بعد زين مو بغرض العربي. لا لا ان شاء الله فوز السداوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بس هذا هو دكتور بس فقط. خلاص هذا هو الفحص. ايه نعم انا سويت 3 مرات. ايش حسيت؟ بسم الله اخفها وهذا اخف واحد اخف هذا هذا اخف شيء ولا انا مسوي 3 مرات. الحمد لله يا رب. خلصنا دكتور كذا خلاص ان شاء الله. ان شاء الله خلصنا 30 دقيقه. اللهم لك الحمد. بيعمل فحص ايضا. بيعمل فحص ان شاء الله. أيوة. نتاكدوا من الهويه. شيء الهويه لازم ضروري. الهويه ضروري. نتاكدوا من الاسم كامل. حلو. تاريخ الميلاد. كل شيء تمام. كل شيء تمام. صار في شيء. حلو. بعد الفحص على طول. بس ليت بي. اوكي. جود. يا فينيش. خلصنا والامور طيبه. تاريخ ميلادك. 1/1/1971. تحضر المباراة إن شاء الله؟ أي والله إن شاء الله بحضر المباراة. أي جهة؟ أي جهة؟ والله أنا محايد. جهة المحايد. جهة المحايد. اخترت جهة المحايدة. الله يخليك. الله يخليك. مشكور أخوي. تاريخ ميلادك؟ 1/1/1971. تحضر المباراة إن شاء الله؟ أي والله إن شاء الله بحضر المباراة. أي جهة؟ أي جهة؟ والله أنا محايد. جهة المحايدة. جهة المحايدة. اخترت جهة المحايدة. دكتورة مرحبا مسألة فيك أول شيء. الإجراءات بالضبط شو اللي صار اليوم؟ اليوم بنعمل فحص الأنتيجين للمشجعين لنادي كأس الأمير. حلو. فهو بيبدأ إنه مسج أجت لمعظم الناس اللي حاب يروح يشجع. حلو. لازم نعمل له تيست إنه يكون خالي من الكورونا. حلو. أساس نضمن إنه ما حيعدي ولا حينعدي إن شاء الله بإذن الله. حلو. فبيجي المريض بيوصل هناك في جماعة بيستقبلوا بيسجلوا وبعدين بيوجهوا للداخل. في ناس بيعملوا له المسحة. أيوة. مسحة اللي هي الآن في بتكون شيء بسيط وسهل جدا. حلو. بعد ما تنعمل بطريقة سلسة. حلو. بيعطوه لموظفين المختبر. بيعمل له فحص سريع احنا بنسميه الفحص السريع الرابيد تيست. حلو. بنعمل له بنشوف الأنتيجين. اللي هو بيكون يعني تطلع النتيجة. النتيجة بتاخد من 10 لربع ساعة. بالكثير. مش أكتر من نص ساعة. يفترض ان احنا يعني ما بنقدر نقرأها بعد نص ساعة. أها. عشان الأكيوريسي أو الدقة تبعت التست. جميل. طيب اليوم كيف كان الحضور الصباحي؟ والله كان جميل. حلو. يعني احنا كنا ما كناش فاكرين الصبح انه حيكون بهذا الشكل، لكن لا كان الحمد لله في وجود. جميل. حلو. واحنا كمان قبل هيك في المختبرات شغالين على الناس اللي اصلا كان عندهم كورونا. وتقريبا من شهر بدينا اللي هو الانتي بادي.
لأنه أنت عارف أي مريض أجته الكورونا جسمه بيكون له أنتيبادي. فمعظم هؤلاء الناس استلموا رسائل وتوجهوا إلى المختبر في الرعاية الصحية الأولي. فعلا إحنا خلصنا مجموعة الناس البوزيتيف خلاص انتهى موضوعهم. كل اللي جايين حيجوا اليوم هو ناس أول مرة يعني أصلا ما انصابوا الكورونا قبل هيك. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. الله يعافيك وإن شاء الله خير. شكرا. بعد ما يفحص وأموره طيبة الحمد لله المشجع ينتقل إلى استلام قسيمة الدخول. السلام عليكم يا شباب، كيفك؟ يعطيكم العافية. شلونكم؟ طيبين؟ هذا هو مركز التذاكر. عقب ما تخلص من مركز الفحص تيجي إلى مركز التذاكر تستلم تذكرتك لكأس الأمير. طبعا تشوف مع بعض هني التجهيزات الخاصة بقاعة تصدير التذاكر. يقول لك الصبح كان زحمة، أنا الظاهر جيت في وقت متأخر شوي. هي ثلاث مراحل، تيجي معك قسيمتك تدخل تعمل الفحص، وبعد نتيجة الفحص بإذن الله تيجي تصدر تذكرتك وتأخذها من هذا المكان. راح نشوف الآن مع بعض. أنزل. عرفني باسمك طال عمرك؟ معك محمد الزهري. من نعم يا محمد. ما عليك زود. تستلم الحين تذكرتك إن شاء الله؟ إن شاء الله. أنزل. وين راح يكون مكانك؟ المكان أتوقع هم اللي يحددونه. هم يحددون. لا أنت وين حاولين العربي ولا السد؟ لا أنا سداوي إن شاء الله. سداوي. أوكي. طبعاً الشاشة تطلع فيها الأرقام، يطلع رقمك تستلم تذكرتك على طول مباشرة. طبعاً الشباب الحين واقفين يستلمون تذاكرهم بعد الفحص خلصوا وأمورهم طيبة الحمد لله. يعني أعطيكم ملخص، من تلزم سيارتك لين تعمل الفحص لين تستلم تذكرتك لين تركب سيارتك مرة ثانية في حدود يعني 25 إلى نص ساعة بالكثير. طبعاً شفنا مع بعض الآن آلية الدخول والفحص واستلام التذاكر. هذه الأمور السلسة اللي تصير كل مرة. للتوضيح فقط أخواني، الصبح نعم صارت بعض الأخطاء في موضوع الفحص، ولكن لدى المنظمة تواصلت معهم مباشرة وتم تدارك الأمر بسرعة، وأصبح الفحص مثل ما شفتوا الآن حتى منتصف تجويف الأنف. فالأمر الحمد لله على يسر مثل ما شفتوا قدامكم. صورت أنا بعض الشباب سواء اللي طبعا كلهم حضور للمباراة أكيد، وآلية الدخول وما إلى ذلك. فحبيت فقط أنوه وأوضح النقطة صباحا. نعم صارت بعض الأخطاء في موضوع اللي هو الفحص، ولكن تم تدارك الأمر مباشرة وأعطي التعليمات أن يتم تطبيق الفحص الجديد اللي هو حتى منتصف تجويف الأنف. هذا مهم جدا أوضح لكم.